هذا هو المسلخ البلدي الحديث والذي تم عرضه أمام وزير البلديات في زيارته الأخيرة للمحافظة كأحد أهم المشاريع الريادية في المحافظة ضمن الجانب المضيء من إنجازات البلدية، إلا أن آلاته الحديثة لم تشغل حتى اليوم على الرغم من مرور عدة شهور على افتتاحه، لتبقى عمليات الذبح تتم بالطريقة التقليدية القديمة، وكأن الأمر يتلخص في تغيير مكان الذبح من مكان لآخر يبعد عنه بضعة أمتار. بتكلفة تصل إلى 700,000 دينار تم إنشاء هذا المسلخ البلدي الحديث على مدخل محافظة الكرك، إلا أن عملية تشغيل آلاته الحديثة حالت دون الوصول للغاية من إنشائه، ما جعل حلم القصابين والمواطنين في المحافظة يذهب في مهب الريح. بالنسبة لمسلخنا هذا هو مصمم للحام واحد، فاشتغلناه قدام هالمرة ما زبط معنا، لازم يكون في أكثر من خط إنتاج عشان الشباب يقدروا يسيطروا على الموجودين. هذا المسلخ التوماتيك بده ذبحة كل يوم 3,000 و4,000، احنا ذبحتنا انكثرت 200-250. المبالغ اللي حطوها على المسلخ هذا مثلا لو صلحوا لنا المسلخ القديم نرجع نشتغل فيه بكل انتاج افضل واحسن. هذا المسلخ نحن مستفيدين منه شيء نهائيا، يعني بالعكس هو هلكنا. موجود عندنا كل شيء الحمد لله، متوفر المياكين الاليات ما شاء الله عليه، بس لحد الان ما اشتغل، وانا لحد الان بشتغل في المسلخ الفوقاني على الونشات العاديات وعلى الساطوره. هسه احنا ودنا كادر يخدمنا يشغل لنا المياكين ويعلمونا عليهم، هذا اللي احنا نطلبه منكم. لم يكن تشغيل آلات الذبح الحديثة هي العائق الوحيد أمام التشغيل المثالي لهذا المسلخ، فحتى الكوادر العاملة فيه لم يتم تدريبها، ما جعلها غير مؤهلة على تشغيل هذه الآلات بحسب المعنيين. يفترض يعني بالبناء يكون أوسع أصلا، ولكن هاي مشكلة الآن ما بنقدر نتجاوزها. مكان الذبح يفترض أن يكون مفصول فصل تام عن مكان مبيت الحيوانات، بحاجة إلى تدريب هذه الكوادر، بحاجة إلى إكمال هذه الآلات حتى تستطيع العمل بطريقة صحيحة، وخاصة أن الأدوات الأوتوماتيكية تحتاج إلى أشخاص مؤهلين حتى تتم حمايتهم وبالسلامة العامة والسلامة المهنية. ما يزيد على 400 ذبيحة يتم ذبحها بشكل يومي في عموم المحافظة، 100 منها في هذا المسلخ، فيما تقوم بقية محال القصابة في المحافظة بالذبح داخل محلها في ظل غياب مسالخ مخصصة للذبح في كافة مناطق المحافظة. يزن الشمالي المملكة، محافظة الكرك.